جينيفر بدأت تحكي لنا هي ازاي اتحولت لهالكايا، والكلام ده حصل من كام شهر فات وهي كانت رايحة في رحلة تغيير جو مع بروس ابن عمها، او ممكن نقول عليه هالك. المهم بروس بدأ يحكي لها ازاي بدأ يسيطر على نفسه وانه صنع الجهاز اللي في ايده ده علشان ما يتحولش لهالك ويستمر في هيئته البشرية. وجينيفر ما اهتمتش بكلامه قوي وبدأت تسأله عن كابتن امريكا وان كان ليه حبيبة ولا لا، وكانت شكلها كده بترمي لبعيد، لكن لان نيتها مش حلوة فجأة ظهر في وشهم مركبة فضائية غريبة وكانوا هيلبسوا فيها، ولما حبوا يتفادوها اتقلبوا بالعربية فتخرشموا، لكن كانوا لسه عايشين. وجينيفر اتجرحت في ايدها جرح قوي لكن ما اهتمتش بيه وحاولت تساعد بروس عشان تطلعه من العربية. وبعد ما خرج من العربية بدأ ينقط دم على الجرح اللي في ايد جينيفر، وبسبب الدم ده اشعة جاما اللي في بروس اتنقلت لجينيفر برضو وبدأت تتحول هي كمان لهالكايا صغيرة كده. فخافت من اللي بيحصل وقامت تجري بطريقة عشوائية لحد ما فقدت الوعي، ولما فقت لقت نفسها بالليل وبشرية عادي وما كانتش فاهمة اي حاجة، فخافت ومشيت لحد ما وصلت لأقرب استراحة قدامها، وهناك في بنات شافوها فقالوا لها ايه ده يا اختي مالك، ايه اللي عمل فيكي كده؟ تلاقيهم شوية عيال ولاد حرام، ما هو بقوا كتير اليومين دول، وبدأوا يدوها لبس تلبسه وروقوا عليها. فقالت لهم انها محتاجة تعمل مكالمة، ولما خدت التليفون اتصلت ببروس عشان تشوفه فين، لكن وهي واقفة خرج لها شوية شباب مالهمش نمر وحبوا يلعبوا معاها شوية ألعاب ما ينفعش تتلعب، فتعصبت عليهم وظهرت على هيئة الهلكايا، فكل واحد منهم خد لغاليه عشان يهرب، لكن في الوقت ده هالك وصل وخدها وخلعها، وده عشان ما تأذيش حد او تقتل حد. ولما فاقت تاني يوم لقت نفسها في بيت غريب ومش عارفة هي فين، لكن واحدة واحدة لما بدأت تستطلع البيت وتشوف المعالم اللي فيه عرفت انها في بيت بروس، وكان متحول لبروفيسور هالك لان الجهاز اللي في ايده اتدمر، ولما سألته احنا فين قال لها في المكسيك، فاتصدمت، لكن ما تخافيش لاني كلمت عيلتك وطمنتهم عليك. ولما سألته عن المختبر ده جابه منين فقال لها توني ستارك اللي هو الراحل ايرون مان هو اللي بناه له هدية قبل ما يموت. ولما بدأت تفتكر اللي حصل معها سألته لو عملوا حادثة مع سفينة فضائية، فقال لها هي كانت نازلة توصل طلبين بيتزا لعم محمد وعياله اللي في الشارع اللي جنبنا، لكن شكلها هتتأخر عليهم بقى معلش يعني، بس مش ده المهم دلوقتي لاني انتي اهم. فقالت له ايه المهم فيا؟ فقال لها انت يا بنتي خلاص بقيتي هالكايا لان دمي اختلط مع دمك، والمفروض ان انت اتعرضتي لجرعة المفروض تموتي بسببها، لكن الغريب ان انت ما متيش وبقيتي هالكايا امرايا، وده بسبب ان انا وانت ولاد عم فعندنا نفس الجينات، ومن حسن حظك ان كان عندك الجينات اللي هتتحمل اشعه جاما، والجينات دي كانت مسؤوله عن انها تحول الاشعه للوحش العملاق اللي بيظهر ده. وبعد كده قال لها على نقطه مهمه وهي انها مطوره عنه كمان لانها بتشفي نفسها بسرعه بخلافه، وكمان قال لها انه استخدم دمها علشان يشفي دراعه بسرعه، والموضوع نجح معاه، لكن اكتر حاجه مخوفاه ان لو حد وصل لنقطه دم منها ممكن يستنسخ بيها هالك تاني، وده خطر جدا وما ينفعش حد يوصل لدمها نهائي. فاتصدمت من كتر الكلام اللي سمعته وقالت له طب وانا مالي بكل ده يا عم، انا ماليش دعوه، انا عاوز ارجع تاني جينيفر اللي كنت عليها. فقال لها للاسف ما عادش ينفع، ولو كنت اقدر اعالجك كنت عالجت نفسي من 15 سنه على الاقل، الحاجه الوحيده اللي اقدر اساعدك فيها هي انك تقدري تتاقلمي مع الكائن اللي بقى عايش جواك. واول ما سمعت كده بدأت تخاف وحست بالتوتر ومش قادرة تتنفس، فقال لها حلك عندي، وأول ما حط قدامها الأكل نسيت نفسها ونسيت كل حاجة، ولما بدأت تاكل استغل إن نفسيتها مظبوطة وقال لها إن ما ينفعش حد يشوفها هالك نهائي، لأنهم لو شافوها كده هيعاملوها على إنها حاجة خطر طول عمرها حتى لو كانت بتعمل خير. فقالت له أنا هخفي كده إزاي؟ فقال لها تعالي بقى دي لعبتي، هديكي كل الخبرات بتاعتي اللي مرت بيها من 15 سنة. تصدق أنا ما كنتش حاسس إن الكتاب ده هيبقى موضوع تدريس، بس هو شكله كده هيبقى موضوع تدريس. وبعد ما خلصت اكلها دخلها الغرفة مغلقة وبدأ يعمل لها اصوات تثير عصبيتها علشان تتحول لهالكايا، ولما الموضوع ده فشل شغل لها جهاز قاتل، وهي بدأت تخاف وبتقول له يا ابني المجنونة لو ما تحولتش الله يخرب بيتك هموت هموت هموت، لكن على اخر لحظة اتحولت ودمرت الجهاز، ففرح بيها لكن ملحقش يفرح كتير لانها دمرت الباب وخرجت له هو كمان، وقالت له انت حمار، فاتصدم وقال لها انت بتتكلمي كده عادي؟ فقالت له فقال لها يعني انت جينيفر برضه عادي؟ فقالت له مالك يا عم انت شكلك حمار فعلا ولا ايه؟ فقال لها لا هو الغريب ان انت ما طلعتيش عندك شخصيه تانية لما بتتحولي، انت متاكده ان انت هو انت؟ فبصت له كده بتقول في نفسها لا هو شكله حمار فعلا، وبعد كده قالت له انا اجمد منك بمراحل يا، قال لها والله معاك حق، ده انا حتى حاسس بغيره ومش قادر اخفيها، انا بقالي 10 سنين كنت عمال بتخانق مع كائن غيتت جوايا اسمه هالك، وانت جايه بكل بساطه تاخدي القوه على الجاهز بدون حد غيتت، بس عامه انت كده تعتبري عديتي من اختبارات كتير، ولسه بقى محتاجين نشوف
ايه هو الوقت اللي هتتحولي فيه. فقالت له وانت كنت بترجع لطبيعتك ازاي؟ فقال لها بتيجي بظروفها، لكن افضل حاجه كانت بتحصل لي لما الراحله ناتاشا كانت بتغني لي عشان اعصابي تهدى. وبدا يعلمها ازاي تتملك اعصابها، لكن كانت شغاله تقلش قلش رخيص من اللي هو مين اللي ما قالش والكلام الغتت ده. فقال لها قومي يا بت من وشي وهنكمل لما فكرت بتاعتك دي تخلص. ولما قامت تنام راح لها علشان يصحيها بطريقه غبيه شويه، حولتها لهالكايا فجاه وقال لها يلا من دلوقتي رياضه ودايت ودايت ورياضه. وفعلا نفذوا تمارين كتير وكانوا بيحبوا يستعرضوا قواهم شويه مع التمارين، وخاصه البت المتنمره اللي بدات تحس انها اقوى من الرجاله دي، وكانت متفخره قوي بنفسها وبلياقتها اللي مش عند هالك لانها خفيفه وهو تقيل. وبعد ما بروس اظهر لها بعض من مهارات قوتهم وكمان قال لها على كتير من مساوئ انها هالك، حب يقول لها الجانب الحلو في انها هالك. تعالوا بقى اقول لكم ايه هو الجانب الحلو، وهو انهم هيقدروا يعملوا كابتشينو برغوه قويه لمجرد انهم هيقلبوا بايدهم عادي. وبعد كده قعدوا يشربوا عصير تفاح لتاني يوم بدون ما يحسوا باي حاجه. لكن كل ده جه على راس الاخت جينيفر لما فاقت، لانها بقت بشريه عادي واللي شربته فشخ لها دماغها. ولما فاقت بدات تدريبات هدوء الاعصاب تاني علشان تتحكم في نفسها، لكن زهقت وقالت لبروس انها اصلا اتخلقت عشان توزع برود اعصاب للناس، هي اصلا ثلاجه. بدأت تحكي له مواقف تنمر اتعرضت لها كتير وكانت هادية فيهم، لكن وهي بتتكلم فجأة تحولت لهالكايا وهي مش حاسة بنفسها من كتر العصبية. فقال لها اهو شفتي؟ فقالت له لا دي بكيف المرة دي، ورجعت تاني لطبيعتها فما كانش مصدق نفسه. وقالت له انها مش هينفع تعيش معاه هنا ولازم ترجع تاني لمكتبها وشغلها لانها عاوزة تعمل لنفسها كارير وكلام فاضي كده. فحاول يقنعها انها بقت بطلة خارقة دلوقتي وبقى واجب عليها انها تحمي الكون، لكن هي كانت رافضة الفكرة وقالت له انها مش مهتمة بكل ده واهم حاجة عندها انها ترجع لمكتبها وشغلها. ولما حبت تسيبه وتمشي اتغابت شويه وهو حاول يمنعها لكن اتغابت اكتر، ودي كانت النتيجه. بس بعد ما قتلته وهي خلاص قتلته حست انها افورت شويه فنزلت تطمن عليه، لكن قاملها تاني وقال لها انت اكيد خفت عليا صح؟ فقالت له لا انت فهمت غلط، وناولته واحده في وشه ونزلت فيه طحن وعجن. فقال لها انا ما كنتش حابب اذيكي، واستخدم قوته وطيرها. وهي لما حبت تقلده كانت فرحانه بنفسها قوي، وكملوا معركتهم مع بعض وهم كلهم غباوه لحد ما دمروا المكان كامل. فقرروا انهم يصلحوا تاني، وبعد ما خلصوا حن عليها وسمح لها تمشي وطلب منها انها تسيطر على نفسها علشان ما حدش يشوفها هالكايا خالص. وهنروح لجينيفر تاني وهي في المكتب بعد ما خلصت قصتها وقالت عشان تعرفوا بس ان طلعت انا الصح ومش محتاجه اني اكون هالكايا ولا اني اكون بطلة خارقة فعلا. وراحت بها عشان تحضر القضية بتاعتها اللي مجهزة نفسها ليها من فترة طويلة. واول ما طلعت عشان تترافع في واحدة خارقة تقريبا دخلت عليهم بطريقة غشيمة، وده لانها نسيت ان في باب اصلا ودخلت من الحيطة. الناس دي ما عندهاش باب يابا. وجيني استخبت منها، لكن صاحبتها نيكي قالت لها يلا يا بت دي فرصتك، استخدموا قوتك دلوقتي عشان تبهري الكل يا خايبة. ومن الواضح كده ان نيكي طلعت تعرف ان جين هالكايا، وده لانها البيست بتاعتها. وافتكروا المقولة دي وهنا اقولها لكم وحطوها حلقه في دماغ، دايما الخازوق المتين ما بيجيش غير من البيست الانتين. وجينيفر فعلا سمعت كلامها وتحولت لهالكايا قدام الكل، وكمان قالت للبت الخارقه دي على اسمها قدام الكل برضه. وبعد كده خلصت عليها في ضربه ونص قدام الكل برضه. وبعد كده رجعت لطبيعتها تاني وطلبت انها تكمل مرافعتها في محاكمتها. المهم ان بعد ما جينيفر سمعت كلام صاحبتها الانتيم او خازوقها المتين، العالم كله عرف انها بقت بطله خارقه وبتستخدم قوتها لصالح خير، وده لانها قبضت على بطلة خارقة كانت ناوية على الشر، والاخبار العالمية كلها بدأت تتكلم عنها والناس كلها كانت فرحانة بيها وبتحييها ومتحمسة جدا عشان يقابلوها. وجينيفر خافت من الشهرة المرعبة اللي وصلت لها في نص يوم، لكن صاحبتها نيكي قالت لها خش يا بت ورحبي بفانزاتك دول بيحبوك. فتشجعت وخدت شكل شي هالك ودخلت في وسط كل الناس اللي يعرفوها وبيحبوها وكانوا بيحيوها بكل مجهودهم، وكل ما كانت تقابل واحد كان بيمسي عليها بكاس عصير تفاح، وهي ما كانش فارق معاها لانها ما بتسكرش اصلا وهي في الحجم المبالغ فيه ده. وصاحبتها نيكي قالت لها انت كده عديتي يا بت واخيرا هتبقي عضوه من اعضاء الافنجرز. هما فين اعضاء الافنجرز دول يا فقري؟ ما خلاص نصهم ماتوا اصلا. مش مهم، لان جينيفر قالت لها انا مش عاوزه ولا افنجرز ولا بتاع، انا عاوزه اكمل في مسيرتي المهنيه واكون محاميه. وكان نفسها يكون لها مستقبل مشرق وكانت سعيده وهي بتفكر في مستقبلها، لكن مدير المكتب اللي كانت شغاله فيه راح لها وقال لها عاوز اكلمك في موضوع مهم بس والنبي ما تزعليش مني. فقالت له طبعا انت مديري اتكلم براحتك. فقال لها ما هي دي المشكله، بس وعديني ان انت مش هتتعصبي عليا بس لان عصبيتك وحشه قوي. فقالت له انا ما اقدرش اتعصب عليك بقى لاني قلت لك انت مديري.
وعشان تطمن يا عم هرجع لطبيعتها. ولما رجعت لطبيعتها وقعت لانها تايهه من كتر العصير اللي شربته، فرجعت تاني وقفت وقالت له اتكلم. فقول لها ما هو للاسف انا مضطر، يعني لا لا مش قادر انطقها، بصي انا هقولها بسرعه، انا مضطر اطردك. يعني انا كده اطردت وانت بقيتش مديري خلاص صح؟ فقال لها اصبري بس هفهمك، انت بس اصبري، بصي اسمعي اسمعي، انت لما اتحولتي لشيهالك في المحكمه ودافعتي عن اللي موجودين هم حبوكي وشكروكي، لكن مع كده خسرونا القضيه لانهم شافوا ان انت كده تعتبر استخدمتي قوتك عشان تكسبيها. فاتضايقت منه قالت له طب اختفي بقى من قدامي دلوقتي لو مش عايز ان ايه ينقص لك رجل ولا ايد. وتاني يوم بدأت تقدم في كل مكاتب المحاماة لانها نفسها تلاقي شغل بدل الراح، لكن للأسف مفيش ولا مكتب قبلها، وده لانهم مش عاوزين يوظفوا ابطال خارقين يضعفوا فرصهم في المحاكم، وكمان مش عاوزين مشاكل كتير مع الاعلاميين بسببها. وهو بعد ما اترفضت من اماكن كتير جدا حست انها بائسة، فقعدت مع نيكي اللي خزوقتها وهي فاقدة الامل انها ممكن تشتغل تاني، لحد ما جالها رسالة من عيلتها عشان تقضي معاهم يوم تغير في جو. فرحت لهم ولقيتهم مجمعين جيرانهم وجيران جيرانهم عشان يقعدوا مع شيها هالك بقى. واول ما شافوها قالوا لها عامله ايه اللي مرفوده من شغلك، ولانهم خنازير بزياده كل واحد فيهم بدا يتكلم عن شغله والتريقات اللي هو وصل لها قدامها. وبعد ما خلصوا فقره الخنزره بتاعتهم دي، امها قالت لها في واحده صاحبتي بتبيع خضار في الشارع اللي جنبنا، ابنها كان نفسه يكون بطل خارق فديتهم رقمك، وده يعني عشان تبقى تقول لهم التفاصيل بقى. وجينيفر لما حست ان مفيش فايده من القعده دي راحت تقعد مع ابوها، فقال لها ما تحسيش ان حياتك اتدمرت، وخليكي فاكره ان دي مش اول مره يكون في عندنا بطل خارق في، وتعالي نبص على الجانب المشرق لان على الاقل انت ما دمرتيش نص مدينه زي هالك ابن عمك. فقالت له تصدق يابا انت عندك حق، وسابته وراحت تشرب لها كيسان عصير تفاح، وكانت في مزاج محدش يحسدها عليه، لحد ما فجاه مستر هولوي دخل عليها، وده يبقى صاحب اكبر مكتب محاماه في المدينه، وقال لها انا جاي اعرض عليكي وظيفه. فوافقت بدون ما تفكر، وكان ليها شرط وحيد وهي انها توظف نيكي صاحبتها المساعدة بتاعتها. فوافق، وتاني يوم لما راحت تقابله عشان تشوف شغلها قال لها بصراحة كده انا وظفتك عشان تكوني انت المسؤولة عن الجزء الخاص بقضايا المتحورين والابطال الخارقون، وعاوزك دايما على هيئة شيهالك، وده لان انت هتكوني محامية ابطال خارقون فلازم يكون في مصداقية يعني. فوافقت لانها نفسها تشتغل محامية باي طريقة، وكمان لان مكتبها طلع كبير جدا لدرجة انها حست انها مديرة المبنى بالكامل، فحست انها كده هكرت الحياة خلاص. مستر هولوي استدعاها قبل ما تفكر ترتاح عشان تستلم اول قضيه ليها، والمفروض انها في القضيه دي هتحاول تطلع ايميل بلونسكي من حبسه، واللي ما يعرفش مين هو ايميل بلونسكي هو نفس الشخص اللي الحكومه حولته الوحش، والوحش ده اسمه ابومينيشن في فيلم هالك، والمفروض يعني ان انا كنت قلت الاسم بتاعه كده صح، فانا مش عارف ان كنت قلته صح ولا غلط، المهم مش هي دي اللي هتبوظ لنا الفيلم يعني. المهم ان الحكومه حولت الشخص ده للوحش ده عشان المفروض انه هيحارب هالك ويقبض عليه، لكن حصل العكس، وهالك هو اللي اتغلب عليه وكمان هو اللي اتقبض عليه، وده لانه كان اتحول لحاجه خارجه عن السيطره برضه. وجينيفر ما كانتش عاوزه تقبل القضيه لان الشخص ده المفروض انه حاول يقتل هالك اللي هو بروس ابن عمها، لكن مديرها قال لها القضيه دي مهمه جدا وعليها جدل كبير ودي اهم شرط ليها عشان تستمر في شغلك عندي، فاضطرت تقبل انها تقرا اوراق القضيه عشان تشوف هتقبلها ولا لا. وبعد كده راحت لسجن المتحولون علشان تقابل ايميل بلونسكي وتشوف لو هو بقى انسان يستحق انه يخرج من الحبس ولا لا. والامن قال لها لما تقابليه في بعض الاحتياطات لازم تعمليها عشان ما تموتي. وقبل ما تدخل عنده مضوها على اقرار انهم ما لهمش دعوه باي طرف ممكن ينقص من اطرافها، وكمان سالوها لو ماتت تحب انهم يبلغوا خبر لمين الاول فعلتها. وبعد ما دخلت عليه لقيته واخد هيئته البشريه عادي، وقال لها انا دلوقتي بميل لاني اكون انسان طبيعي لاني عاوز اعيش حياه طبيعيه على شاطئ هادي وبعيد عن اي حاجه ممكن تسبب لي ازعاج. فقالت له سيبك من الهري ده لان الحكومه محتاجه اثبات قوي ان انت هتكون انسان كويس. فقال لها انا اتحولت عشان اقضي على ابن عمك، لكن في النهايه انا اللي اتقبض عليا وهو اللي بقى مشهور ومن ضمن اقوى فرقه لانقاذ الكوكب، انت شايفه ان ده في عدل؟ فحست انه بقى انسان كويس وقررت انها تقبل القضية بتاعته، او ممكن نقول انها اقنعت نفسها انه انسان كويس عشان تقبل القضية وما تخسرش شغلها. ولما راحت لشقتها اتصلت ببروس ابن عمها وقالت له شوف انا مسكت شغل جديد، والشرط الوحيد عشان استمر فيه اني لازم امسك قضية ايميل بلونوسكي، فكان هيتكلم لكن قطعته وقالت له انا عارفة ان بينك وبينه خلاف لكن شكله بقى طيب خالص وكيوت جدا، فكان هيتكلم تاني لكن قطعته برضه وقالت له انا رفضت اقبل القضية بس قلت اخد رأيك لان شكيت ان انت ما عادش بينك وبينه اي ضغينة، وده لانك ما اتكلمتش في الموضوع بتاعه كتير فحب يتكلم لكن ما سمحتلوش يتكلم برضه، وقالت له انا شايفة ان احنا لازم نديله الفرصة، فقال لها خلاص بقى انا عارف ان انت بتتصلي
عشان تقول ان انت قبلت القضية وخلاص. فقالت له حصل بصراحة. فقال لها عادي ما عنديش مشاكل معاه لانه بعت لي كارت من فترة فيه اعتذار وكلام جميل، وغير كده المعركة بتاعتنا كانت من سنين طويلة وانا دلوقتي بقيت انسان مختلف نهائي وخلاص ما بقاش فارق معايا. ففرحت لانها هتقبل القضية بدون اي عواقب وسألته انت فين دلوقتي؟ فقال لها انا مشغول شوية ومش هعرف اتكلم كتير، وده لانه طلع قاعد في السفينة الفضائية اللي كانت تغبطه وكان رايح في رحلة للفضاء. وجينيفر لما قفلت معاه اتصلت بمديرها وقالت له انها خلاص قبلت القضية ومستعدة تستخدم كل مجهودها في القضية دي علشان تثبت للكل انها محامية ناجحة. فقال لها ده كلام جميل لكن افتح الاخبار الاول وشوفيها. ولما فتحت التلفزيون شافت الاخبار وهي ان الكل بيتكلم عن المحامية اللي مسكت قضية ايميل بلونسكي وازاي ممكن تقدر تطلعه براءة، وخاصة لانه من فترة هارب من السجن. واول حاجة عملها لما هرب راح يشارك في نادي سري للقتال المميت، وطبعا اللقطة دي من فيلم الحلقات العشرة، واللي ما يعرفوش او ما شافوش هسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف. وهو فيلم جامد جدا بصراحة وخسارة لو انت يا عزيزي المشاهدة اللي بتتفرج عليها دلوقتي فوتته. المهم ان جينيفر لما شافت اللي شافته عرفت ان بكده القضية بقت صعبة جدا وشبه مستحيلة كمان انها تكسبها. نسيبنا بقى من كل ده وخلينا نشوف عيلتها بتستغلها اسوأ استغلال ازاي. مثلا لما حبوا يغيروا عجلة العربية استخدموها رفعة، ولما حبوا ينقلوا مية بيستخدموها شيالة، وحاجات كتير بقى من هذا القبيل. بدأت احس ان عيلتها دي عيلة مصرية. المهم جينيفر لما عرفت الخبر اللي شافته في التلفزيون عن ابو مينيشن عرفت انها داخله على قضيه صعبه، فراحت له تاني وقالت له هو يا جدع انت مش قلت لي ان انت ما بقتش بتتحول للبتاع اللي اسمه ابو مينيشن ده؟ فقال لها لا انا بقيت بختار بكيفي اني ما اتحولش ليه. وسالته انت ازاي هربت من السجن المشدد؟ فقال لها مش بكيف والله يا بنتي، وده لان في ساحر اجبرني اني اهرب واسمه وانج، وبعد كده انا رجعت تاني للسجن بكامل ارادتي. وجينيفر قررت انها لازم تقابل وانج علشان تعرف هو ليه عمل كده. لكن خرجت عن النص وهي ماشيه في الطريق علشان تقول لنا ان المسلسل مليان ابطال، لكن ما تنسوش المسلسل ده في الاساس معمول باسم مين، ها؟ علشان لو نسيتوا هطلع لكم في الحلم. سيبكم بقى من البت دي وتعالوا نكمل احداثنا، لان الاخبار التلفزيونيه بدات تتكلم عن اهم قضيه في السنه وهي قضيه جينيفر اللي هتترفع فيها عن ايميل بلونسكي اللي هو برضو ابو مينيشن، وده علشان تحاول تجيب له افراج تام. وبكده العالم بالكامل ما بقاش عنده اي كلام غير عن جينيفر اللي اتحولت لشي هالك، وبعد كده بدات تدافع عن كل الابطال الخارقين وبتحاول تتصرف لهم في براءة. وجينيفر اول ما وصلت لمكتبها لقت نيكي صاحبتها هناك وقالت لها لازم ترد على الناس اللي بتتكلم دي، لكن جينيفر قالت لها انا مش مهتمة بكلامهم اصلا. وقبل ما يكملوا نقاشهم هالوي مديرها اتصل بيها وطلب منها تروح له، وده لانه كان عاوز يتناقش معها في قضية. ولما راحت له لقت صاحبها من الشغل اللي انطردت منه اسمه دينيس كان قاعد عند المدير برضه، وده لانه محتاج يرفع قضية على حبيبته القديمة لانها سرقت منه مبلغ مالي كبير. وطبعا انت هتسأله وجينيفر مالها بالكلام الفاضي ده، هي تخصص ابطال خارقين. هقول لكم لان الاخ دينيس كان بيحب جنيه وانا لسه ما شفتش اي حته طري. المهم ان جينيفر فطست من الضحك على صاحبها وقالت له انا طول عمري بقول ان انت تطلعاتك عاليه بتاع الجنيه، انت جنيه يا دينيس ده انت طلعت نمسا يا جدع. لكن وانج قطع عليهم ضحكتهم لانه دخل عليهم المكتب بسحره بدون ما يخبط، وقال لهم انه جاي هنا لان جينيفر وولترز هي اللي بعتت له رساله علشان تقابله. فاعتذرت من مديرها وخدت وانج وراحت لمكتبها وسالته ان كان كلام ايميل حقيقي، فقال لها عنده حق لاني فعلا انا اللي خرجته من السجن ضد ارادته، وده لاني كنت محتاج خصم قوي اختبر قوتي عليه، وكمان اتدرب لاني كنت محتاج اترقى لساحر اعلى، ودلوقتي بما اني بقيت ساحر اعلى بطلب ان فعش ان امير يتعاقب بسبب افعالي. فطلبت منه يحضر معهم في المحكمة كشاهد ويقول نفس الكلام ده. وفي محامي تاني مزك قضية دينيس وسأله هي سرقت منك حوالي كام، فقال له حوالي 175,000 دولار، وكمان كانت متخفية في هيئة بنت جميلة جدا فما كنتش اعرف انها جنية. ولما المحامي اتفق معاه على كل حاجة دينيس خرج من المكتب وخلاص المفروض متفقين، لكن فجأة دينيس رجع تاني وقال انا عاوز اتنازل عن كل حاجة، انا شايف ان الانسان المفروض يتحمل غلطته ودي في الاول وفي الاخر شوية فلوس. لكن المحامي جاله في نفس الوقت مكالمة وكانت من دينيس برضو وقال له انا لما نزلت لقيت ان عربيتي اتسحبت لاني تقريبا كنت راكن في موقف للمعاقين بالغلط. والمحامي اتصدم لان المفروض ان دينيس قاعد معاه فازاي بيكلمه من تحت المبنى، فعرف ان اللي قاعدة معاه هي نفس الجنية اللي نصبت على دينيس، فخاف وحاول يطلب الامن لكن شكلها عملت معاه الصح وخدت هيئته وخرجت بسرعة. لكن فأوى خرج وراها علشان ينبه الكل منها فخدت شكلها الحقيقي وهربت بسرعة. وتاني يوم جينيفر راحت لمحكمة اطلاق سراح ايميل
بيتنقل، وكانوا عاملينه في زنزانته لانه نقله خطر اصلا في حد ذاته. ولما المحكمه بدات، وانج اتاخر وما وصلش، والمفروض ان هو اهم شاهد في القضيه، وعشان كده جينيفر حاولت تضيع الوقت لحد ما وانج يوصل، وقالت لهم محتاجين نسمع ايميل هيتكلم عن نفسه وهيقول ايه. وطبعا هو مش هيقول عن نفسه انه لسه في وحش جواه، وكمان قال انه هو بقى افضل بكتير وبقى حاسس بالتغيير وحياته بقت احسن مش عارف ايه والكلام اللي ملوش اي 30 لازمه ده، وكمان حاسس بالندم على كل روح ماتت بسببه. وبعد كده بدات تدخل كل الشهود اللي يعرفوا ايميل وكل الناس اللي اتكلمت عنه انه بقى راجل زي الفل وحته سكره. لكن المحكمه كان عندها مشكله واحده، وهي انه هرب من السجن قبل كده، والمشكله دي كفيله بانهم ما يوافقوش على اطلاق سراحه ونهائي. وبعد ما جينيفر فقدت الامل ان وانجا هيجي، فجاه فتح البوابه بتاعته ودخل عليهم وبدا يعترف بان هو اللي هرب ايميل من السجن ضد ارادته. وفي نفس الوقت محاكمه الجنيه بدات، والمحاميه بتاعتها طلعت اثبات بيدل ان الجنيه الحراميه تبقى بنت جني دبلوماسي من عالم اسجارد، وبكده يبقى هي عندها حصانه دبلوماسيه عالميه. لكن القائد رفض الكلام ده وقال احنا هنا في الارض مش في اسجارد، واجل المحاكمه ليوم تاني لعدم اكتمال التحقيق. واول ما القاضي خرج، الجنيه خدت شكل ورجعت بسرعه على انها هو، وكانت هتبرأ نفسها، لكن عرفوا يقفشوها لان مفيش قاضي بيعمل كده. ووانج بعد ما خلص شهادته قال في النهايه ان ايميل برونسكي كان مصمم انه يرجع للسجن علشان يكمل عقوبته على جرائمه. والمحكمه بعد ما سمعت الكلام ده ما كانش عندها غير مشكله واحده، وهي لو ايميل اتحول لابومينيشن مش هيقدر يسيطر على نفسه، وكمان ممكن يقتل حد تاني. فقال لهم لحظه واحده، وقال عجزمته لانه بيحبها ومش عايز يبوظها، وتحول لابومينيشن والكل خاف واتصدم والرعب ملا قلبهم، لكن هو كان بيثبت لهم انه يقدر يتحكم في الوحش اللي جواه عادي، وكمان كلمهم وقال لهم انا في وعي عادي وبعد كده رجع لبشري تاني. وجينيفر قالت لهم ان ده اكبر دليل ان ايميل كان قادر يحرر نفسه من زمان، لكن هو رفض كده وكمان موافق انه يفضل محبوس عادي علشان يكفر عن جرائمه. والمحكمه طلبت تاجيل النطق بالحكم لحد ما يتناقشوا ويتوصلوا لحكم مناسب. وبعد كده بالمناسبه قالوا لوانج انت عارف ان انت سهلت هروب مجرم من السجن ودي جريمه هتتحكم عليها؟ فقال لهم طب استاذنكم بقى لان العشاء بقى جاهز، وخلع من قدامهم بسرعه. وايميل لما خرجت من المحكمه، الصحفيين سالوها شويه اسئله غريبه زي انت حبيبه ايميل برونسكي وعلشان كده عاوزه تطلعيه من السجن، او مثلا انت تحولت لشي هالك في محاوله لاغتيالك، ومثلا قرت على عربيه واحده كانت كاتبه وحش بيدافع عن وحش. وصاحبهم المحامي اللي ماسك قضيه دينيس راح قعد معاهم وقال لهم انتوا ازاي كنتوا مستحملين تشتغلوا مع الانسان ده؟ ونيكي قالت له والله ما استحملت حاجه، انا قتلته 5 مرات في خيالي، ده انسان تنح ومتفاخر. فقال لهم حلو، انا عاوز الكلام ده في المحكمه. وفعلا تاني يوم راحوا المحكمه، وجينيفر كانت شاهده ان دينيس انسان متخلف وعبيط وزمباوي ومفكر نفسه جذاب، وكمان مصدق ان اي بنت بتضحك عليه يبقى معجبه بيه، وهو فعلا انه ممكن يكون ضحيه للجنيه دي بعد ما اخذت هيئه ممثله مشهوره. وبناء على كده القاضي حكم في لصالح دينيس، والمفروض ان الجنيه هترجع له 175,000 دولار، وكمان هتتحبس 2 شهر عشان انتحلت شخصيه قاضي. ودينيس لما خرج من المحكمه قال يا ريت لو يلاقوا طريقه يشيلوا من الجنيه دي قواها علشان ما تنصبش على حد تاني. وجينيفر اول ما سمعت كلامه فرحت وقالت انها جالها فكره جميله، لكن يعني هي ما قالت لناش عليها هي ايه الفكره دي بالظبط، وراحت لقضيه ايميل علشان تسمع حكم القاضي، ووافقوا انهم يطلقوا سراحه لكن بشرط واحد، وهو انه ما يتحولش الابومينيشن النهائي ويلبس جهاز دائم علشان ياكد المحكمة انه مش هيتحول، ولو اتحول للشخص ده تاني هيرجع للسجن في نفس ذات اللحظة. وبالليل الاخبار بدأت تتكلم عن اطلاق سراح ايميل، والكل كان خايف من الفكرة دي، وعشان كده جينيفر طلعت في برنامج عشان تطمن الناس، وقالت لهم انه بقى انسان جميل خالص وكيوت. وبالليل وهي راجعه لبيتها وماشيه في حالها، في واحد طلع من وراها ومسكها، فخافت وفضلت تصرخ، وفي واحد كان هيقتلها لكن افتكرت ان هي هلكايا اصلا، فقالت ايه ده انا بصرخ ليه؟ ولما اتحولت الاتنين اللي كانوا ماسكينها خافوا، لكن ظهر واحد تالت وشكله ما كانش خايف، وفجاه بقوا 4 وشكلهم عندهم قوه خارقه او اسلحه خارقه، وقالوا لها عاوزين نختبر قوتك. فقالت لهم ايه اللي معاكم ده، انتوا سرقتوا اسلحه عامل بناء في اسجارد مثلا ولا ايه دي؟ بصراحه كانت اسلحتهم شكلها غريبه برضو. ولما هجموا عليها كانوا خالص، لكن في واحد منهم جرحها في كتفها فتعصبت وخرشمتهم، فخافوا وهربوا من قدامها بسرعه، وطلعوا كانوا اصلا خطتهم انهم ياخدوا منها نقطه دم، لكن اكتشفوا انهم ما وصلوش لهدفهم وما معاهمش نقطه الدم دي، فخافوا لانهم كده فشلوا في مهمتهم والقائد بتاعهم هيتضايق منهم. وجينيفر كانت حزينه بسبب تحول حياتها بالكامل لحاجه هي مش حباها، وهي دي بقى شي هالكو، هي حزينه ومتدمره نفسيا. محدش استغرب يا جماعه، لان هو الانسان لما بيزعل قوي بيرقص قوي مع موكلينه.
بساحر اسمه دوني بليز، وهو فعلا اسم على مسمى لان الجمهور كان حاسس بملل منه ومش طايق العروض بتاعته، فكان بيقول لهم بليز اضحكوا يا جماعه او اندقشوا او اي حاجه. لكن لما ما لقاش فايده استخدم خاتم من خواتم حراس الطاقه زي دكتور سترينج كده، ومعرفش بصراحه هو جايبه منين، لكن هو فتح بيه بوابه فعجبت الناس. نسيبهم بقى ونروح لمنطقه اسمها كاتاموندا في نيبال، وهناك وانج اللي بقى الساحر الاعلى كان عايش حياته بالطول والعرض. وانا افتكر ان وانج ده كان راجل عاقل، معرفش بقى هو بقى تافه امتى. المهم وهو قاعد عادي لقى البنت اللي كانت بتعمل العرض مع الساحر دوني بليز دخلت عنده من بوابه سحريه وماسكه في ايدها قلب. وونج لما شافها اتصدم وقال لها انت جيت هنا ازاي؟ اكيد في ساحر رخيص هو اللي بعتك عندي. فقالت له لا مش كده خالص، في ساحر بعتني لبعد مختلف وفي معزه متكلمه ساعدتني علشان اهرب، وده لاني كنت في حفره حمم بركانيه وهي ما ساعدتنيش عشان اهرب لله وللوطن كده، هي ساعدتني عشان اهرب مقابل 6 نقط من دمي. وبعد كده فقدت الوعي ولما فقت لقيت نفسي هنا. فسألها انت منين وانا هرجعك تاني؟ فقالت له والله ما فاكره يا وانج اخويا. فاتعصب وعرف ان اللي عمل كده دوني بليز وما كانش ناويله على اي خير. وعند جينيفر لقت ابوها رايح لها ومعاه شويه حاجات علشان الدفاع عن النفس، وده لانه خايف على بنته لانها اتعرضت لهجوم من 4 شباب. فقالت له ما تفوق يابا شويه، بنتك هالك مش محتاجه كل ده. ولما راحت لشغلها دخلت على ابلكيشن العثور على شريك مناسب وحطت بياناتها، ولما حبت تحط لنفسها صوره حطت صورتها بالبدله صوره الشغل، وده لانها بتدور على حبيب بيحب الزبيب، وبينها كده يعني فاشله في انها تدور على حبيب برضه. وفجاه وهي قاعده لقت وانج داخل عليها في المكتب وقال لها انا محتاجك في وضع قانوني مهم جدا. فقالت له اقدر اساعدك ازاي؟ فقال لها في ساحر ابن ولا بلاش اغلط فيه، وده لانه ما يستاهلش الغلط، هو اصلا مش ساحر، ده انسان دجال اسمه دوني بليز وكان بيتعلم فنون السحر في كامرتاج، لكن انطرد منها بعد اسبوع واحد ودلوقتي هو بيستخدم السحر بتاعنا علشان يبعت متطوعين لعوالم تانية من باب التسليه، وهو اصلا مش فاهم ان الوضع ده خطر جدا وممكن ياذي الناس دي وكمان يدمر الارض كلها، وعشان كده انا عاوزه يتحكم علشان يكون عبره لاي حد هيفكر يستخدم فنون سحر كامرتاج بدون ما يكون معاه ترخيص. فقالت له طب انت عامل معاه اي عقد ورقي بيقول انه ما يستخدمش السحر؟ فقال لها لا. فقالت له مش هقدر اساعدك قوي لكن هحاول، فساب لها الكارت بتاعه ومشي. وبالليل جينيفر راحت لمطعم مع صاحبتها نيكي وكانوا مستمتعين بوقتهم لحد ما في واحد دخل عليهم وقال لهم بصراحه اكره اشوف بنتين زي القمر قاعدين لوحدهم كده، لكن مش للاسف رفضوه وقالوا له انت مش واخد بالك اننا مشغولين؟ فقال لهم في حاله لو غيرتوا رايكم انا قاعد هناك قدامكم. ولما مشي جينيفر قالت لصاحبتها اهو امثال البتاع ده اللي بيمنعني من ان ارتبط برجاله. وجينيفر عشان تقدم خدمه لوانج راحت معاه لدوني بليز علشان تحذره من استخدام السحر، لكن رفض وقال لها ما سمعتش ان السحر بقى عليه حقوق ملكيه. هو بص لوانج وقال له انت خايف اكون اقوى منك ولا ايه؟ ووانج قال له الساحر الاعلى ما بيدخلش في منافسه، بس انا اقوى منك وانا نايم، وبدا يعمل طاقه بايده، لكن جينيفر قالت له وقف اللي بيعمله وقالت لنيكي بليز ده امر محكمه بانك تبطل تستخدم سحر كامرتاج. وجينيفر جالها معجب من ابلكيشن التعارف، ولما قعدت معاه شكلها ما كانتش ماليه عينه، وده لانه عمال يبص على الرايحه واللي جايه، وكمان لما جه وقت الحساب قال لها شكرا على المشروبات وسابها ومشي. وبعد كده راحت تاني يوم للمحكمة مع وانج علشان تحضر قضيتها ضد دوني بليز. وبعد ما قدمت القضية القاضية قالت لها ما ظنش ان سحر بسيط زي ده ممكن يأذي حد، ولو عندك شهود يثبتوا عكس كده خلينا نسمعهم. ووانج فتح بوابة علشان يستدعي البنت اللي دخلت عليه واسمها ماديسون، واول ما دخلت كانت معجبة بوانج جدا، وجينيفر بدأت تسألها عن دوني بليز وعمل فيها ايه لما بعتها لبعد مختلف. وماديسون قالت انا علشان اهرب عملت اتفاق مع شيطان وما ينفعش اذكر اسمه لانه هياخد روحي وارواح اللي بحبهم زي ما هو قال. ووانج قال للقاضية ان السحر اللي دوني بيعمله عنده قدرة في انه يتسبب بتموج كبير جدا وصداه هيوصل لكل الابعاد، والتموج ده قادر انه يدمر كل اشكال الحياة في كل المجرات. والقاضية قالت يبقى الحال على ما هو عليه لحد ما اراجع القضية وبعد اسبوعين هقول القرار النهائي. ووانج كان هيدخل دوني لبعد المراية لحد ما الاسبوعين يخلصوا، لكن جينيفر قالت له عملت كده هنخسر القضية بدون تفاهم. وجينيفر لما ما جالهاش اي حبيب ولا حتى غريب قررت انها تحط صورتها في البرنامج وهي شيهالك، وبعد ما حطت كام صورة ليها فعلا الموضوع ده نجح وجالها اكتر من 100 حبيب في لحظة، ففرحت وفي نفس الوقت حست بالحزن على جينيفر اللي محدش جالها. وفعلا بدأت تقابل كل اللي اعجبوا بيها واحد ورا التاني علشان تختار منهم واحد يناسبها، لحد ما وصلت للشخص الغامض ده وشكله مش مريح بس عجبها، ودوني لسه بيعمل عروض السحر وخد متبرعة علشان سحره وفتح لها بوابة سحرية.
لكن خافت وقالت له لا انا مش هدخل هنا. وبعد ما كل المشاهدين ضحكوا عليه حب يعمل سحر مختلف، وفعلا عمل حاجة شكلها جميل، فطلع في ايده حمامة وراحت على ايد البنت وبضت عليها بيضة اكبر منها. بس مش هو ده الغريب، الغريب اللي دوني بنفسه استغرب منه، وهي ان البيضة بدأت تتحرك فطلعت كائن غريب وصغير وفجأة كبر بشكل غريب. والجمهور خاف، ودنيا علشان يلحق الوضع فتح بوابة ورمى فيها الكائن بالحمامة وقال الجمهور كل ده كان جزء من العرض، لكن ملحقش يقفل البوابة وفي كائنات تانية شبهه طلعت وكان عددهم كبير جدا ومرعبين. وفجأة المكان حصل فيه فوضى ودوني معرفش يسيطر على اللي بيحصل. وانج كان بيتفرج على فيلم رومانسي وحضن المخدة، وفجأة لقى دوني دخل عنده وقال له الحقني يا وانج اخويا اعز صديق ليا. وانج قال له انا هعمل كده علشان انقذ الكون مش عشانك انت. وقبل ما يدخل عند الكائنات دي قال لدوني يتصل بجينيفر، لكن للأسف جينيفر كانت مشغولة مع الحبيب الجديد وقلب التليفون فما شافتش الاتصال، لكن لما شافته عملت نفسها مش شايفة وقفلت التليفون علشان تغتصب الأخ اللي عندها. بس هي ما لحقتش لأن هونج فتح بابا في وشها وقال لها رد على التليفون يا سفلة يا سفلة يا سفلة يا سفلة. فقالت له عاوز ايه يا عم انت؟ فقال لها محتاج مساعدتك بسرعة. فاعتذرت من اللي معاها ودخلت تساعد وانج، وقال لها انت قوميهم لحد ما نقفل البوابة اللي الحيوان ده فتح. وفعلا قفل البوابة وفتح بوابة تانية عند جبل ايفرست وبدأ يرمي الشياطين دي فيها هو وجينيفر مع بعض، وكان عددهم كبير وكمان كل شوية حجمهم يكبر والتعامل معهم بقى صعب. وعشان كده وانج حول البوابة لدوامة سحبتهم كلهم فيها، وجينيفر احتفظت بواحد منهم وقالت لدنيا قبل ما ارجع الاخ ده انتوا هتوافقوا على شروطنا ولا مش ناويين؟ فقالوا لها اه موافقين. ولما خلصت مهمتها رجعت تاني لحبيبها اللي لسه عارفاه من ساعة، فقال لها ايه اللي عليه كده؟ فقالت له عادي ده مخلب شيطان ما تاخدش بالك. وبعد كده خدته علشان تعمل معاه الجلاشة الجلاشة لاشة لاشة. وتاني يوم رجعت لهيئتها العادية، والاخ ده لما شافها قال لها انت مين؟ فقالت له انا شي هالك بس متحولة دلوقتي لجينيفر. فما عجبوش الوضع وسابها وخلع، ولسه ما فقتش من صدمتها ولقت الباب بيخبط، ولما فتحته لقت واحد من المحكمة وبيقول لها ان تيتانيا رفع عليها قضية، والقضية دي عشان حقوق ملكية اسم شي هالك. فقالت له ايوه تمام فين المشكلة ده اسمي. لكن الراجل قال لها اه بس هي سجلته باسمها في الشهر العقاري وانت دلوقتي تعتبري منتحلة شخصيتها. واللي ما يعرفش تيتانيا هي نفس البنت اللي جينيفر ضربتها في الجزء الاول في المحكمة. وانج شكله كده بقى شقي وما بقاش بيحب يحضن المخدة، وصاحب البنت اللي اسمها ماديسون وبياكلوا مع بعض في شاور. اللي بتبدأ بجينيفر وولترز وهي شايفة اعلان في التلفزيون عن منتجات عناية بالبشرة، والبراند بتاعها اسمه شي هالك، واللي عاملة المنتجات دي تبقى تيتانيا. وبكده اسم شي هالك بقى متسجل رسمي باسم تيتانيا وبتستغله علشان تبيع منتجات كتير. وبصراحة الموضوع نجح معاها نجاح باهر، لان اغلب الناس بتحب شي هالك، وهي دي بقى اللي فكرت بره الصندوق. وجينيفر ما عرفتش تتصرف غير انها راحت لمركز التسوق بتاع تيتانيا وقالت لها انت لازم توقفي كل ده، لكن تيتانيا ما اهتمتش بيها ولا عملت لها اعتبار. ونيكي خدت صاحبها في الشغل علشان يوديها لواحد معرفة المفروض انه بيبيع ملابس للابطال الخارقين، والمكان كان في البداية عامل نفسه كافيه، وده كتمويه يعني لانه تاجر ملابس ابطال خارقين. لكن لما صاحب المكان اطمن انهم شرطة قال لهم لازم تشتروا مني الهدوم دي علشان اقبل ابيع لكم ملابس الابطال الخارقين، وهم وافقوا وده بقى شكلهم بعد ما لبسوها. المهم ان مدير جينيفر استدعاها وقال لها هو انا ليه وانا ماشي في الشارع بالصدفة لقيت نفسي ماشي جنب اعلان بيروج لمشروب باسم شي هالك وبيكبر البتاعة دي؟ فقالت له لا انت فهمت غلط مش انا اللي عاملك كده خالص. فقال لها لا انت اللي فهمت غلط مش دي مشكلتي، انا مشكلتي ان انت الواجهة بتاعتنا في مكتب محاماة الابطال الخارقين، وطبعا لو معرفتيش تحل مشكلتك مع تيتانيا محدش هيطلب منك تحل مشكلته بعد كده. وطبعا يعني ده اكيد ده هيحصل، لان يعني ازاي اروح لواحد معرفش يحل مشكلته الشخصية. فقالت له احل المشكلة دي باسرع وقت. فقال لها لا انت مش هتحل حاجة وحولها لمحامية تانية علشان هي اللي تمسك قضيتها. والمحامية دي كانت صعبة شوية وقالت لجينيفر هنرفع قضية على تيتانيا انها بتستخدم اسم كان موجود في السوق اصلا ومشهور من قبلها. وقالت لجينيفر علشان اعرف اتعامل معاكي عاوزاك تلبسي شبه البنات وفكك من جو البدل بدل ما انت محسساني اني بتعامل مع لاعب كوره كده. واستدعت نيكي وقالت لها شكلك بتحب اللبس وعلشان كده عاوزاك تساعد البتاعه دي في اختيار لبس جميل. ولما دخلوا للمحكمه تيتانيا شافت جينيفر فقالت لها بدلتك حلوه يا شبيهه الغول شريك. وبصراحه انا شايف ان عندها حق. والمحامي بتاعها طلب من القاضيه انها ترفض القضيه لانها مضيعه لوقت الحكومه مش اكتر، لكن محاميه جينيفر قامت وقالت ان تيتانيا بتستغل سمعه واسم شي هالك علشان تبيع منتجاتها الغير مصرح بيها. ومحامي تيتانيا وقال جينيفر بنفسها رفضت ان اسمها يكون شي هالك، وعرض شوية فيديوهات ليها وهي بتعترض على اسمها قدام الصحافة. لكن محامية جينيفر عرضت فيديو لجينيفر وهي بتتكلم برضو وبتقول ان الاسم اتقال عليها وهي مش حباه، لكن الناس علقت عليه خلاص وبقى اسمها سواء بكيفها او غصب عنها. وانا كده يعني
هكون شي هالك للابد. والقضيه اجلت القضيه اسبوع كمان علشان الادله مش كفايه للطرفين. ونيكي خدت جينيفر وراحت بها للشخص اللي هيصمم لها هدوم ابطال خارقين تليق عليها، وسالها عاوزه البدله تكون مجهزه باسلحه ايه، فقالت له لها انا عايزه بدله عاديه يا عم للشغل، بدله عاديه خالص مش اكتر، بتكون بدون اي اسلحه. فقال لها انا ما بصنعش غير البدل اللي بتتحمل اعلى معايير القتال مش البدل العاديه. فقالت له انها محتاجه بدله تلائم جسمها في الحالتين سواء كانت ضخمه او صغيره، فوافق. ولما خرجت من عنده راحت تاكل مع صاحبتها نيكي، فافتكرت انها عامله ملف شخصي على برنامج شقط الرجاله باسم شي هالك، وكمان قابلت رجاله كتير باسم شي هالك بسبب البرنامج. وطبعا كل الكلام ده قبل ما تيتانيا تسجل الاسم في السجل التجاري، وبكده الاسم ده يعتبر بتاع شي هالك في الاساس، لكن مطلوب منها تجيب كل الرجاله اللي قابلتهم من البرنامج علشان يشهدوا في صفها. وتاني يوم راحوا للمحكمه علشان يكملوا القضيه، والمحاميه بتاعه جينيفر قالت للقضيه انها معاها دليل قوي ان شي هالك هو اسم شي هالك. انت عارف لما تحتاج تثبت ان انت هو انت، يعني واقف قدامك انت مش انت، لا عم والله العظيم انا هو انا، هو ده اللي بيحصل في المشهد ده. المهم ان المحاميه عرضت بروفايل جينيفر من البرنامج، وكانت كاتبه فيه شويه كلام محرج بصراحه علشان تغري الرجاله، وكمان طلعت جابه الشهود معاها وطلعوا يشهدوا في صفها، وبصراحه كانوا بيقولوا كلام زي الفل، لكن وهم بيتكلموا هي كانت هتموت من كتر الاحراج بسبب اللي بيحصل، غير طبعا انها بدات تغرق في الكرسي اللي هي قاعده عليه. وبصراحه انا شايف ان عندها حق، بس النهايه هي اللي كسبت القضيه، وكمان شغل تيتانيا هيتصدر ويتقفل والاسم هيتسجل باسم جينيفر للابد. وتيتانيا كانت مصدقه نفسها قوي لدرجه انها راحت لجينيفر وقالت لها انا لسه ما انتهيتش منك يا حاقده ويا كارهه، يعني اللي هو انت بتحقد عليا عشان انا واخده اسمك، طب انت حقوده يا بت، انا واخده اسمك بس انا خدت منك حاجه ثانيه. وجينيفر لما خلصت قالت انا كسبت القضيه اه، بس محتاجه شويه جلسات علاج نفسي بعد الاحراج اللي اتحطيت فيه. وبعد كده عزمت المحاميه بتاعتها على عصير تفاح علشان يبقوا اصحاب، والمحاميه الطفصه بعد ما شربت عصير التفاح قالت لها مش هكون صاحبتك الا لما تلبسي هدوم عدله وتليق بانثى، فسابتها وراحت لمصمم الازياء اللي كان صنع لها بدلتين ودخلت تقيسهم وهي مبسوطه، وهو كان مجهز خوذه لحد ومش عارف لمين بصراحه، بس شكله بطل خارق. وكمان الخوذه شكلها هتكون مهمه معانا في الحلقه الجايه علشان كده اتكلمت عنها. وبتبدا بجينيفر وهي جايلها هدايا وكانت خايفه منها، لكن قررت تكون جريئه وتفتحها، واول ما فتحتها الهديه فرقعت زينه في وشها، فترعبت، والرساله اللي كانت جوه الهديه من واحده اسمها لولو وبتقول لها انا عاوزاك تكوني الاشبينه بتاعتي. وبعد لحظات صاحبتها نيكي راحت لها وكانت متحمسه تشوفها باللبس الخارق اللي اتصنع لها، لكن جينيفر رفضت تلبسه. ونيكي لانها فضوليه سالت جينيفر هي مين لولو دي، فقالت لها صديقه قديمه من ايام المدرسه الثانويه وتعرف عيلتي بالكامل، بس انا وهي بعدنا عن بعض خالص، واظن انها طلبت مني اكون اشبينتها لانها معتقده انها ملزمه بكده، وانا كمان بقيت ملزمه باني اوافق، وللاسف ما ينفعش ارفض. وعلشان كده لبست فستان من اللي المصمم بتاع الابطال الخارقين صنعه لها، وراحت لصاحبتها لولو على هيئه شي هالك، وبسبب كده خدت انظار الناس من العروسه، وعلشان كده برضو العروسه نفسنت منها وقالت لها عاوزه اكلمك في لحظه على انفراد، قالت لها بص بقى اختي انت يعني انت كده واخده كل الاهتمام، انا مش عاوزاكي بهيئه شي هالك، انا عاوزاكي بهيئه جين. وجين قالت لها عينيا، فشكرتها وسابتها ومشيت. وجين رجعت لشكلها العادي، والفستان كان عليها شبه الشوال وهي ماشيه مع اصحابها. وفي مكتب المحاماه مالوري اتوكلت بقضيه طلاق المفروض كانت بتاعه جينيفر، لكن جينيفر اجازه، والشخص اللي موكل مالوري مسمي نفسه الخالد، وكمان عاوز يطلق زوجته لانها مفيش فيها غلطه، هو بس اتخنق منها وخلاص. وعلشان كده نيكي اتضايقت منه وقالت له انت قررت تطلقها كده وخلاص، فقال لها اه عاوز اتجوز غيرها عادي يعني، فاتخانقت معاه. ومالوري حاولت تهديها لحد ما هو خط ايده وقام بسرعه نط من الشباك في وسط ذهولهم، هو ده لانه اتخانق منهم برضه. والجميل هنا انه دمر العربيه اللي وقع فوقها، لكن ما حصلوش اي حاجه، تصدقوا طلع خالد فعلا. ولولو قالت لجينيفر انت حياتك عامله ازاي دلوقتي، فقالت لها شغاله رئيسه قسم في اكبر مكتب محاماه في المدينه، وكمان بقى عندي قدرات خارقه بقى، وانت عارفه يعني المشاغل كتيره والمعجبين كتير. لكن لولو قطعت كلامها وقالت لها لا لا انا بسالك لو في رجاله في حياتك، فقالت لها لا والله يا لولو اختي، قالت لها حرام اكيد انت دلوقتي حزينه، فقالت لها انا حزينه انا زي الفل. وفجاه تيتانيا دخلت عليهم وجينيفر اتصدمت وراحت لها وقالت لها انت بتعملي ايه هنا، ده فرح صاحبتي ومش عاوزاه يبوظ، فقالت لها انا هنا لاني حبيبه صاحب العريس وهو اللي دعاني. وكمان لولو فرحت بوجودها ورحبت بيها، وجينيفر قالت لها لا البت دي هنا علشان عاوزه تعمل عليا اي العاب من بتاعتها. ولولو قالت لها بطلي وهم بقى، تيتانيا جت تبارك لي مش اكتر، وتيتانيا قالت انا فعلا هنا عشان الاحتفال مش اكتر. وجينيفر اتعصبت فسابتها ومشيت علشان تقعد مع نفسها، لكن الاخ ده دخل عليها وناوي يتعرف واسمه جوش، وجينيفر ما صدقت وقالت له انت منور. وفجاه لولو دخلت عليها وقالت لها الموظفين هنا اتخنقوا مني، ممكن تساعديني في تنظيف المكان وجمع بعض الاطباق والكاسات الفاضيه. وواحده من ازواج الاخ اللي اسمه الخالد رفع عليه قضيه طلاق
وكمان عاوزة منه التعويض عن شوية مصاريف هو سبب في ان زوجته دفعتهم. وطبعا دي واحدة بس، لسه بقى في طابور طويل من اللي اتجوزهم وكلهم رافعين عليه قضايا، غير طبعا التعويضات المالية الكتير اللي هتوديه ورا الشمس. وكمان كل واحدة فيهم عارفاه باسم مختلف عن التاني، يعني الاخ الخالد ده طلع نصاب، ومالري المحامية بتاعته كلمته على انفراد وقالت له انت زورت موتك اكتر من مرة، وكمان انتحلت اكتر من شخصية، عاوزني اساعدك ازاي يا جدع؟ ده انا المفروض ارفع عليك قضية زي زوجتك دول بالظبط. وبعد شوية تفكير حلوين مع نفسها قالت انا اقدر اتوصل معاهم لاتفاق، لكن شكلك هتدفع كتير، وكانت مبسوطة فيه جدا يعني. وتاني يوم جينيفر راحت تكمل الاحتفال، فلقت اصحابها بيدوها شوية قمصان وبيقولوا لها دول بتوع اصحاب العريس، اكويهم بقى بسرعة. وقبل ما تمشي لولو دخلت عليها وهي شايلة البتاع ده وقالت لها هو ده اللي انت هتمشي معاه في حفل الزفاف. انا مش عارف ليه حاسس انهم جايبينها يهزقوها مش اكتر. وعلشان تنسى اللي بيحصل معاها بدأت تشتري عصير تفاح وتتسطل كل شوية، وطبعا بمناسبة انها شارب عصير تفاح كتير بدأت ترقص وخربتها رقصة طول الفرح. ونيكي اجتمعت بشوية الحريم دي علشان تقسم عليهم مبالغ مالية، وده على حسب كل واحدة تستحق كام، من حيث لو عندها طفل ولا لا، او هي عاشت مع الاخ الخالد ده كام سنه مثلا. وجينيفر بعد ما بقت مش شايفه قدامها اتصلت ببروس ابن عمها لكن ما ردش عليها، فسابت له رساله وقالت له انت فين يا عم، انت بتصل بيك بقالي اسابيع او اشهر كمان، حاول ترد عليا اول ما تشوف الرساله. وجوش راح تاني لجينيفر ففرحت بيه وقالت له يا جدع انا افتكرت لولو كلتك. ومن الواضح انها كانت معجبه بيه، وده طبيعي لانها مش لاقي حد غيره طبعا، وكمان هو كان معجب بيها وده اللي مش طبيعي. لكن بسبب عصير التفاح الكتير اللي شربته طلعت بره بسرعه علشان ترجعه وتقرفنا احنا بقى. لكن تيتانيا راحت لها وقالت لها يا عيني صعبت عليا يا روحي، وفجأة كلتها بوكس في وشها طيرتها 10 متر لورا. انا بصراحة اتخضيت منه، ما كنتش متوقعه خالص. وجينيفر قامت وهي مش شايفة قدامها وقالت لها كنت عارفة ان انت سماوية وجاية عشان تبوظي حياتي. وتيتانيا قالت لها انا قلت لك ان الامر لسه ما انتهاش وانا جاي دلوقتي ادمرك على العلن. وجينيفر قالت لها انا كسبت القضية دي بالعدل وبعدي عني بقى. لكن رجعت ضربتها تاني وكانت كل ده بتحاول تستفزها علشان تتحول، وجينيفر رفضت تتحول علشان صاحبتها وحاولت تضرب تيتانيا لكن اتقلبت على وشها لانها مش شايفه قدامها من كتر عصير التفاح. وتيتانيا قالت لها لو ما تحولتيش الموضوع هيكون ممل، وانا دلوقتي محتاجاكي تتحولي لشي هالك علشان اثبت للكل اني اقوى مني. وجينيفر قالت لها ان كان كده فماشي هتحول دلوقتي بس مش هتتكرر بعد كده. وفعلا حاولت تتحول لكن ما عرفتش وقالت هو انا نسيت بتحول ازاي ولا ايه. وفجاه استجمعت افكارها وتحولت لشي هالك فضربت تيتانيا فطيرتها عند المعازيم ودخلت وراها وبداوا معركتهم مع بعض. وهسيبكم تتفرجوا بنفسكم. وطبعا بعد اللي انتوا شفتوه تيتانيا بقى شكلها عر خالص وما تتحسدش على الموقف اللي هي فيه، غير ان كمان الكل صور فضيحتها، يعني فضيحه ما بعدها فضيحه. ولولو لما دخلت شافت اللي حصل فعملت نفسها عبيطه وقالت ايه ده شي هالك بنفسها في فرحي. ونيكي وهي قاعده مع مالوري دخلوا يتصفحوا شويه في النت فلقوا صفحه مخصوصه لشي هالك والكل فيها قرفانين منها وبيقولوا لازم حد يقتلها، وكمان بيبحثوا عن طريقه يقتلوها بيها. وبصراحه الموضوع كان شكله مش طبيعي خالص، وعلشان كده نيكي قررت تبلغ جينيفر. لكن ماري قالت لها لا دول شويه مشاغبين ومالوش لازمه تخوفيها بحاجه، وكمان لو اهتميتي بيهم هتديهم اللي هم عاوزين. ونيكي قالت لها تصدقي عندك حق خلاص انا مش هقول لها حاجه. واول ما خرجت اول حاجه عملتها بعتت لجينيفر رساله صوتيه وقالت لها على كل حاجه، وكمان قالت لها مالوري قالت لي ما اعرفكيش حاجه علشان تعيشي حياتك وما تخافيش. وجينيفر كانت قاعده مع جيف ومستمتعه بوقتها، وفي نفس الوقت في مجموعه بيعملوا دراسات على جينيفر وكمان بيجهزوا سلاح قوي علشان يعرف يخترق جسمها، وده هيكون بدل اللي كانوا بيحاولوا بيه قبل كده وفشل. وطبعا كل ده علشان ياخدوا نقطة من دمها مش اكتر.